خلي بالك بس تأكيدا لكلامك، حد صحفي كبير بعت لي اللي كتبه حسين الشحات يؤكد صحة روايتك انه فعلا حسين هكر المقربين ليه، انه الشيبي قال له ابطلك كورة، وقال له حسين طب ما انت هتطرد وليه نأذي بعض. بعت لي قال لي في ما كتبه حسين على انستجرام تلميح لصدق هذه الرواية. حسين كتب ايه بقى؟ قال ايه؟ الحمد لله على المكسب، الحمد لله انه طلع على خير. خلي بالك من الكلمة دي. الحمد لله لحيبة رجالة فوق دماغي. شكرا لجمهور الاهل العظيم اللي بعت لي رسالة، زميل صحفي كبير ليا وليك قال لي ركز على كلمة اني طلع على خير. بالضبط، وده كان بيدل على انه بشكل واضح وصريح محمد الشيبي كان لديه نيه مبيته انه يؤذي حسين الشحات. بص يا استاذ عبد الناصر، قالب به كوره، مفيش حد هيدخل بسن الجزمه او الفرز اللي لابسه على قصبه رجل لعيب الا لما يكون هو في نيته ان هو يؤذي هذا اللاعب. محمد الشيبي كان مهيئ نفسه ان هو يطرد فعلا، بعيدا عن ان هو قال له لحسين شحات ان انا مش هطرد، لا محمد الشيبي عادي يطرد، لكن يجيب لحسين شحات صليبي يقعد حسين شحات 9 شهور. ايه اللي هيحصل للشيبي؟ في الاخر هيطلع هيتغرم، هيقف ماتشين ويطرد ويرجع يلعب عادي، وحسين شحات هو اللي كان هيخسر في النهايه. ده اعتقد انه كان تركيز. طيب اروح للحته، اروح للحته بتاعت لما خرجوه بالعافيه وقلع التيشيرت والكاميرا قطعت، كان مصمم يروح ناحيه جمهور الاهلي؟ لا للامانه لا. بامانه شديده لا، يعني هو الموقف كله حصل في الدقيقه ونص اللي جه فيه، اللي طلع اللي تم طرد فيها محمد الشيبي من الملعب واثناء خروجه لغرفه خلع الملابس. هو راح ناحيه جمهور النادي الاهلي، طبعا جمهور النادي الاهلي دفاعا عن حسين الشحات. عايز اقول لك كمان انه حسين الشحات من نجوم النادي الاهلي مفيش خلاف، لكن حسين الشحات بسبب طرد محمد الشيبي وبسبب محاوله محمد الشيبي ازاء حسين الشحات، لما تم استبدال الشحات في المباراه عايز اقول لك ان هو تم يعني الهتاف له من جمهور النادي الاهلي وراح ناحيتهم و حياهم ونادوا هتفوا. ولكن محمد الشيبي شاور بالتيشيرت الجمهور الاهلي من بعيد، شاور بالتيشيرت وحط ايده على زوره كده وقال ان انا خانقكم، وده اللي اغضب جمهور النادي الاهلي من محمد الشيبي. وخلي بالك انا ما عنديش معلومه في القصه دي، لكن اعتقادي الشخصي انه نادي بيراميدز سيوقع عقوبه على محمد الشيبي، ليس بسبب الطرد بس، لكن بسبب انه تمام يعني افقد فريقه لعيب مهم ومؤثر زي محمد شيبي داخل كلاعب كره داخل ارض الملعب. عندي انفرادين هنا بعد ما تخلص روايه الشيبي مهمين. طيب جزئيه بسيطه في قصه خساره بيراميدز، وانا راجل لا لا قبل ما تروح لخساره بيراميدز خلينا نخلص ملف الشيبي. عندي انفراد، الانفراد الاول، حصلت على تقرير حكم المباراه الألماني، حكم المباراة كتب في تقريره، وده انفراد ليا، أن الشيبي تدخل تدخلا عنيفا. قال إن التدخل تدخل عنيف، وطبقا للائحة التدخل العنيف مباراتين مع الغرامة المالية. أقول تاني تقرير حكم المباراة الألماني ذكر إن الشيبي تدخل تدخلا عنيفا على لاعب الاهلي حسين الشحات، وانت مغمض كده من غير ما تستنى قرارات، مباراتين وعقوبه ماليه. ده اول انفراد اللي هي جايه في اللائحه. خد الانفراد الثاني، سيتم احاله محمد الشيبي للجنه الانضباط. سيتم إحالة محمد الشيبي للجنة الانضباط فيما بدر منه من أمرين. الأمر الأول، الشكل الغير لائق والغير أخلاقي الذي ظهر فيه بعد حالة الطرد وعدم وصوله لقرار الحكم وخروجه من الملعب. وهنا لجنة الانضباط اللي هي لائحتها معايا اهي، اللائحة بتاعت لجنة الانضباط
بتقول ايه؟ ان يؤخذ بما جاء في شريط المباراة، فالوقعة اللي هي 7-8 دقايق من الاصابة للفار للطرد للخروج كلها الى لجنة الانضباط، بالاضافة الى ان هناك بعض الصور واللقطات ستكون امام لجنة الانضباط، فيما قيل انه كانت هناك اشارات غير اخلاقية، وهنا لجنة الانضباط هي صاحبة القرار، اما تأخذ بهذه اللقطات او تكتفي بما جاء في شريط المباراة فقط لا غير. ولذلك كل الصور المنتشرة والفيديوهات لا تأخذ بها لجنة الانضباط، لجنة الانضباط كرب امين تأخذ بشريط المباراة، ولكن الاشارات اللي اتعملت فيها ايحاءات انا لا استطيع ان اقول، انا اعمل لايف من بيتنا وعيالي معايا، ما اقدرش اقول شرب صبعه ازاي ولا عمل ده ازاي، ولكن لجنة الانضباط ملف الشيبي كله سيحال لها بالكامل. ده انفرادين مهمين، العقوبة اللي هتطلع بتاعت الاسبوع 31 من لجنة المسابقات والخاصة بمباراة الاهلي وبيراميدز هتكون مليانة عقوبات، الطرد والانذارات للناس كلها. ولكن الشيبي بالتحديد اللي انا بتكلم عليه انا ورمضان حسن، مباراتين وعقوبة مالية، لان الحكم كتب انه تدخل عنيف وده صريح في اللائحة. طيب اللي حصل ده كله حساب؟ لا، سيحال الشيبي للجنة الانضباط، وده انفراد على مسؤوليتي. وانا بقول لكم ايقاف لنهاية الموسم على الاقل، ان لم يكن 12 مباراة مفيش تهريج، انا بقول لك اهو سبق لنهاية الموسم 4 مباريات رأفوا بيه، ولكن من المفترض ان يعامل كما تم معاملة كهربا، 12 مباراة زي ما تم التعامل مع كهربا، لان الشكل ده شكل غير محترم وغير حضاري وغير ادمي. لا تقول لي بقى بيراميدز هيعاقبه، طب ما ممكن بيراميدز يعاقبه وما يعاقبهوش، حاجة في الكريتش كده، هو جاي له عرض من الخليج وهيمشي بنهاية الموسم، هيمشي بنسبة بعد النهاردة بنسبة 100%، قبل النهاردة كان ليه وعليها 70-80%، لكن انا بقول لك هيمشي. لا يمكن ان ده يكون لاعب يا جماعة، وانا هنا غير متحامل. وعلى فكرة اتكلمت مع زملاء مغاربة قالوا لي كانوا بيتابعوا المباراة، النهاردة الشيبي خسر قضيته بالكامل.